السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع غادي نتعرفوا بعض الأواني اللي كانت مستعملة في القديم والآن لا زالت، ولكنها نقصات قليلة ولات موجودة في البيوت. مثلا هذه الطبيقة، هذه طبيقة وأنا باقي صغير كانت هذه فقط، فيها أنواع وفيها أحجام. هذه متوسطة كما كتشوفوا فيها هنا، مصنوعة من السمار. هذا الطبق فيه انواع، فيه احجام كما شفتوا في المقطع السابق. هذا ايضا مصنوع من السمار، وكاين اللي كيكون مصنوع من جريد تاع النخل. هذا طبق صغير وزينوه بهذا البلاستيك هنا. هذه كيوضعوا عليها الصحون او البراد او ما شابه، شي حاجه اللي سخونه كتوضع على هذه. بالنسبه للطبق هذا سميتو الطبق، هذا سميتو الطبق. الطبق كثير الاستعمالات، ولكن في زماننا هذا في هذا الوقت اللي حنا فيه قليل فاش كنلقاوه موجود. فقديما كانت عنده استعمالات كثيره جدا. هو راه كيبقى تراث قديم ديال الاجداد، واحد الوقت راه كان في جميع البيوت. كانوا كيوضعوا فيه القصريه ديال الطين. حنا كما كتعرفوا المغاربه مشهورين بالكسكس، كيوضعوا فيه القصريه اللي كتحمي هذيك القصريه ديال الطين، مثلا لا تكسرت ولا شي حاجه هذا كيحميها. وكانوا كيغطوا به القصريه، لا شاطت شي حاجه يغطوا به القصريه. ف هذا من الاستعمالات ديالو. كانوا يوضعوا فيه البغرير والمسمان والعجائن، كيفرشوا مثلا واحد الثوب نظيف وكيوضعوا فيه هذا البغرير والمسمن. وبعيني وانا باقي صغير شفت شي وحدين كانوا كيزردوا فيه القمح والشعير، يعني كيوضعوا القمح ويبقاو يديروا ليها، كيجمعوا داك ديال الكسورات وداك الاغلفه ديال الشعير داكشي بهذه الطريقه، بحال هكا كيزردوا وكيتخلصوا منها. ايضا كانوا كيوضعوا فيه التمر والتيل المجفف اللي هو الشريحه والحمص واللوز والحلوى ديال في المناسبات ولا سيما في عاشوراء. ايضا كانوا كيوضعوا فيه الاعشاب من اجل التجفيف، كانوا يوضعوا فيه التوابل بحال مثلا الكركم للتجفيف، ثم بعد ذلك كانوا كيطحنوه في ديك الطحانه اللي كانت عندهم كيدوروها بحال هكا اللي كيسميوها الرحى. الرحى هي اللي كانوا كيطحنوا فيها في القديم كيدوروها بحال هكا. فيها انواع واحجام. كنا قلنا يوضعوا فيه اشياء كثيره، منها حتى الخبز. في الخبز كان عندنا الوصله نوضعوا فيها الخبز ونخرجوا الفران تاع الزنقه او فران ديال الحومه، كانوا يقولوا فران الحومه، فران وقاد بحومه. فالبعض ما عندهمش الوصله كانوا كيستعملوا هاد الطبيقه، فيها خبزه وفوق منها خبزه عجين وكيرسلوه الفران. وفيه الصغير وفيه الكبير بحال هذا وفيه المتوسط، المتوسط تقريبا بحال هذا. وكانت واحد العاده اللي هي اختفات مزيان اختفات، كانت واحد العاده شويه قبيحه وهي الغرامه ديال العراس. كانوا ها فلان عطات كذا، فلان عطات كذا ديال المال، كيقولوا لها الغرامه، كانوا كيجمعوها في الطبق. وهذه كنقولوا لها الطبيقه، كيوضعوا فيها الخبز. الخبز كيوضعوا هنا الخبز ويغطيوه على الحشرات، على الذباب، على الفئران، على الكثير. شو كيديروا عنده واحد المنظر جميل. هذا طبق صغير وهذا كيوضعوا عليه شي حاجه اللي سخونه. الان هادشي راه مع الاسف هادشي ديال التقاليد ديال الاجداد نقص. مثلا لاخدينا هذه لاخدينا الطبيقه الان، الثمن ديالها غادي هذه كتشوفوا فيه هنا راه حتى 100 درهم، ولكن راه جودة صراحة جودة. ولكن شكون اللي دار عليها هي هذه، هذه ديال البلاستيك، هذه اللي قضات عليها، هذه ديال البلاستيك. هادشي ديال البلاستيك هو اللي قضى دروك. ها هي الطبيقة ديال البلاستيك، خفيفة رخيصة بأقل ثمن، تقريبا واحد 20 درهما تجيب هذه. ها هي كبيرة، حجم كبير وخفيفة. وهذه اللي بمئة درهم الناس سابعة رخا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.